في مصر أول دولة إفريقية، طبعا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمياط وميناء دمياط. مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 7 مليار دولار. ده خلال اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع استقبال الرئيس النهاردة لمسؤولين شركة سكاتك النرويجية، وطبعا في مذكرات تعاون وتعاون مع هذه الشركة طبعا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وطاقة الرياح. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بالتعاون مع الجانب النرويجي بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وطبقا للمستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة أنه خلال هذا الاجتماع اللي كان أيضا شارك فيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه متابعة الاستثمارات في لهذه الشركة سكاتك النرويجية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر في مصر، منها طبعا مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة والذي بدأ الإنتاج الفعلي. يبقى هنا بنتكلم على إنتاج على بدء، هنا بيقول لنا خبر المستشار أحمد فهمي بيقول لنا خبر النهاردة بدأ الإنتاج الفعلي في المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، تاني في العين السخنة، ولتصبح مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 6 مليار دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجا باستثمارات 5.6 مليار دولار، بسم الله ما شاء الله. وأيضا الميثانول، إنتاج الميثانول الأخضر إنتاجه في دمياط باستثمارات 450 مليون دولار. وأيضا تطرق أيضا اللقاء لمشروع الربط الكهربائي بين مين؟ بين مصر وأوروبا. إحنا إن شاء الله هنتولى عملية تصدير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والوقود وغيره إلى أوروبا عبر من خلال مين حضراتكم؟ من خلال إيطاليا. اللي قدام حضراتكم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة بيشهد مذكرة توقيع مذكرات تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا. وزير الزراعة وزير السيد القصير النهاردة يعلن الإفراج عن 308,000 طن أعلاف، خلوا بالكم ده مهم وخبر مهم جدا، دفعة واحدة ب 134 مليون دولار، عشان ده سيؤدي إلى خفض الأسعار للفراخ واللحوم. هي بترتفع ليه؟ عشان الأعلاف غالية. دايما يقول لك طب اهو تم الإفراج النهاردة عن كمية هائلة هيكون ليها تداعيات إن شاء الله إيجابية على أسعار البيض، أسعار اللحوم، أسعار الفراخ الفترة القادمة. شعب الدواجن على طول على طول هبوط أسعار الأعلاف إلى 26,500 جنيه للطن بعد ما كان ب 29,500، بنتكلم على 3,000 جنيه انخفاض في سعر أسعار الأعلاف النهاردة. أباتشي دي شركة من الشركات الأمريكية الكبرى اللي بتشتغل في مصر بقالها يمكن أكتر من 20 سنة، بتعمل إيه النهاردة؟ مع المهندس طارق الملا وزير البترول تسعى للحصول على مناطق امتياز جديدة للبحث عن البترول في الصحراء الغربية. وزارة الصحة الدكتور خالد أبو غفار النهاردة بيتكلم على بمناسبة اليوم العالمي للفرق الطبية والتمريض، تكليف رئاسي بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية. الضرائب لن يسمح بالاستيراد أو التصدير إلا بفواتير إلكترونية اعتباراً من أول يوليو القادم. رسمياً وكما تحدثت كل التوقعات امبارح وكنا بنتكلم عليها حتى من أول امبارح، إن ربما يكون الإعادة هي الجانب الأكبر في تركيا، وإنه ليس هناك حسم في المرحلة الأولى أو الجولة الأولى في الانتخابات التركية اللي حصلت امبارح، وأردوغان وكمال كليشدار أغلو زعيم المعارضة يخوض جولة إعادة جديدة ومعركة كبيرة بين الاثنين، هيكون يوم 28 مايو الأحد بعد القادم، أسبوعين عندهم طبعا
تركيز كبير جدا، والأول مرة يحدث انتخابات إعادة في الانتخابات الرئاسية في تركيا. خلال السنوات الماضية دايما كان أردوغان أو غيره كان بيفوز على طول في من مجرد الجولة الأولى. هذه المرة أردوغان، وبالمناسبة ده يعتبر مش انتصار لأردوغان، لا هو انتصار للمعارضة، انتصار للمعارضة التركية إنها قدرت تعيد تدخل جولة إعادة أمام أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 20 عاما، منذ 2002 رئيس حكومة، ثم وكان عنده السلطات الواسعة، ثم رئيس لتركيا. وبالتالي هي يعتبر مش انتصار لأردوغان، لا هو انتصار للمعارضة التركية. بالمناسبة المعارضة كمال كيلشدار أغلو أخذ أهم ولايتين في تركيا، الولاية الأولى اللي هي العاصمة أنقرة فاز بيها، والتانية العاصمة الاقتصادية والتجارية اللي هي إيه؟ اسطنبول. يعني كمال كيلشدار أغلو حقق الفوز على أردوغان في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول الاثنين، ولكن وأيضا في ديار بكر اللي هي فيها الأكراد، ومعاها كمان أزمير. يعني في 4 ولايات مهمين جدا حصل عليهم كمال كيلشدار أغلو فاز على أردوغان في 4 ولايات الكبار دول. ولكن أردوغان حقق انتصار مهم جدا في ولاية كهرمان مرعش. إيه كهرمان مرعش اللي حصل فيها زلزال 6 فبراير واللي كان فيها أكتر خسائر في زلزال 6 فبراير، وبالتالي أردوغان فوزه في هذه الولاية تحديدا معناه أنه خطابه اللي كان بيقدمه على تقديم الدعم للأسر اللي تضررت وأنه هيبني ليهم مساكن خلال سنة ويرجعهم مساكنهم خلال سنة، حقق الخطاب أردوغان، حقق أيضا مع الناخبين في ولاية كهرمان مرعش. يعني صدقوا أردوغان أنه هيعمل لهم، وبالتالي أدوا له أصواتهم، وحصل أردوغان على هذه الولاية أو إحدى الولايات. يعني هي ولاية كبيرة أيضا، ولكن ميزة هذه الولاية أنها ولاية تعرضت لدمار في 6 فبراير الماضي. ربما كمال كيلشدار أغلو لم يصل خطابه ليهم، ليه؟ بالتالي ما حصلش على أصوات، ما فاز في هذه الولاية. لو كان خد الولاية دي كان فاز من الجولة الأولى. يعني لو كمال كيلشدار أغلو فاز، لو كان فاز بأصوات ولاية كهرمان مرعش كان حقق الانتصار في الجولة الأولى، أصبح رئيسا. لكنه لم يصل للناخبين هناك، ليه؟ لأن هم قالوا أنه لم يصدقوه وصدقوا خطاب أردوغان أكتر، لأن أردوغان راح لهم وعدهم وقال لهم هعمل لكم وأضرار الزلزال خلال سنة هتكون يعني قدرتوا ترجعوا لبيوت اللي احنا بيتم بنائها ليهم. طبعا لم يستطع أردوغان رغم 20 سنة في الحكم أنه يحقق الانتصار في الجولة الأولى أو من الجولة الأولى، زي ما بقول لكم طبعا نتيجة لأوضاع كثيرة جدا بتعيشها تركيا. الليرة النهاردة أمام الدولار أقل من 20 الدولار، يعني أقل من 20 ليرة، 19.5 أو 6 تقريبا. وبالتالي هناك أيضا انهيار كبير جدا للليرة التركية من امبارح لحد النهاردة. ده رقم واحد. رقم اثنين، هناك أزمة اقتصادية كبيرة في تركيا، زي كبيرة، وبالتالي أثرت على الناس وتأثر على الناس. هناك أيضا الحكومة فيها مشاكل، الحكومة التركية عندها مشاكل، وزي ما بيقولوا كده حصل ترهل أصاب الحكومة التركية خلال السنوات الماضية، وبالتالي لم تستطع معالجة الكثير من القضايا. عشان كده قدرت المعارضة بزعامة كمال كيلشدار أغلو أنها تجبر أردوغان على الإعادة في جولة إعادة تانية هتكون يوم 28 مايو القادم، بعد أسبوعين من الآن نشهد جولة إعادة هتكون قوية جدا ومعركة كبيرة جدا في تركيا. CNN، مصير أردوغان الرئاسي سيؤثر على سياسة واشنطن الخارجية. نتائج الانتخابات تهوي بالليرة التركية لأدنى مستوى في شهرين. النهاردة بقول لكم الدولار يعادل أقل من 20 ليرة.
تراجع بورصة تركيا بحدة مع تقدم فرصة إعادة انتخابات الرئاسة. كرملين: التعاون مع تركيا سيستمر بغض النظر عن الفائز بالانتخابات. إدارة بايدن تحذر من ركود هائل في حال التخلف عن السداد، سداد الديون طبعا. تعاني ارتفاع الفائدة، 7 شركات أمريكية تقدم طلب الحماية من الإفلاس. دلوقتي أمريكا فيها مشكلة كبيرة بعد الإفلاس اللي تعرض ليه 3-4 بنوك كبرى. بعض الشركات النهاردة بتتكلم أيضا أنه عايزين حماية ودعم ليها قبل أن تتعرض لإفلاس أيضا هذه الشركات الكبرى. بوتين يوقع مرسوما يسهل منح الجنسية للأجانب الذين تعاقدوا مع الجيش خلال العملية الخاصة، اللي هم الشركات اللي هي تعاقدت لتوريد يعني احتياجات الجيش الروسي، وبوتين يعني قال ان هم يدوهم الجنسية الروسية. شبح المجاعة يطل برأسه مخاوف من شلل لمواني أوكرانيا بعد 3 أيام من الآن. بريطانيا تتعهد بتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى، وده الخطر القادم والخطر ربما يؤدي إلى صراع أكبر في الأيام القادمة. كريملين يحذر الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستسبب المزيد من الدمار. يبقى الكريملين بيحذر أنه الأسلحة الجديدة البريطانية ستسبب المزيد من الدمار. و كان ايضا بيسكوف اتكلم على انه تم تدمير، والجيش الروسي اتكلم على انه تم تدمير لاول مره مجموعه من الصواريخ البريطانيه التي ارسلت الى اوكرانيا. التضخم يلتهم القدره الشرائيه في المانيا، ثلث الموظفين يعانون ازمه الغلاء. الدولار يتراجع عن اعلى مستوى له في 5 أسابيع. الجيش السوداني يحبط إمدادا لوجستيا كبيرا للميليشيا المتمردة في عملية نوعية شرق النيل. سوريا تشارك في اجتماعات القمة العربية بالسعودية لأول مرة منذ 2011، ووصل الوزير دكتور فيصل مقداد وزير خارجية سوريا قبل ساعة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى من سوريا. لأول مرة سوريا تشارك في الاجتماعات. بكرة يكون في اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين، وموجود السفير حسام زكي الأمين العام المساعد أيضا في هذه الاجتماعات. ولأول مرة تشارك سوريا في هذه الاجتماعات منذ 2011، ويوم الجمعة سيكون الرئيس السوري بشار الأسد موجود في القمة العربية في مدينة جدة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ويفتتحها خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز. أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حرج. الجفاف يرفع أسعار الغذاء 115% في الأرجنتين. كاف: الاتحاد الإفريقي يختار هدف بيرسي تاو أمام الترجي الأفضل في ذهاب نصف النهائي. ده الهدف الثاني، اختار الهدف الثاني في هو الأفضل في ذهاب نصف النهائي. وإن شاء الله عندنا الجمعة الجاية بإذن الماتش، وبيرسي تاو إن شاء الله، وكهربا بإذن الله، والشحات أو أي حد، ما عندناش إن شاء الله الشناوي يسجل يوم الجمعة، ما عندناش أي مشكلة، المهم التسجيل يوم الجمعة بإذن الله تعالى. لأول مرة 30 سنة منذ 93 سيدات الأهلي في المربع الذهبي لكأس الكؤوس الإفريقية. ترند النهارده: